السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ديما كنرحب بكل الجدد معنا في القناه. اسمحوا لي تعطلت عليكم واحد شويه، ولكن هنا قد عدت اليكم من جديد. ترانانا كابتن ماجد. المهم قبل ما نبداو المقادير، بغيت نشكر واحد السيده اللي كنشكرها بزاف بزاف، ديما كتخلي لي التعاليق كتفرحني والله يفرحها ويفرحكم جميعا. هي فاطمه الزهراء الشفيقي، كنشكرها بزاف من هذا المنبر. تحيه ليك وفيروز حتى هي ما نساهاش، وكل متتبع كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اي واحد خلى تعليقه، اي واحد خلى واحد اللايك، كنقول لكم شكرا بزاف لكم جميعا جميعا. اذا اليوم غادي نديروا واحد بسكوي سابلي، غادي نشوفوا ان شاء الله المقادير. اذا المقادير خاصنا واحد 250 غرام ديال الدقيق، خاصنا 125 غرام ديال الزبده قطعناها مربعات بحال هكا، واحد البيضه، خاصنا 125 غرام ديال السكر سنيده، انا درت فيه واحد شويه ديال الفاني، هاد الحبوب اللي كيبانوا لكم بحال هكا دوك ديال الفاني، وخاصنا واحد شويه ديال الملح. اذا نبداو في التحضير ان شاء الله. دابا نشدو هذا نديرو فيه البيضه ونديرو فيه السكر سنيده، وغادي نخلطو هادشي مزيان، ونديرو واحد شويه ديال الملح، غير شويه، واحد قبص ديال الملح. اذا غنزيدو الدقيق كله ونخلط هادشي، هنا كيجي بحال ما هكا. اذا غادي نزيدو الزبده وغادي نخلطو هادشي مزيان، ما خاصش الزبده تذوب. صابلي ديالنا واجده. اذا غادي نشدو لاباط صابلي ديالنا، غنديروها في هذا الكيس الغذائي وغندخلوها في الثلاجه لمده نصف ساعه. خرجنا العجينه ديالنا، غنديرو شويه ديال الدقيق باش ميلصقش. وغنشدو نتوما اللي بغيتو، انا ناخذ هذا ديال باتمان خفاش حيت مع هالوين. يجي بحال هذا الشكل، ونحطهم هنا في هذه اللاطة. إذن هنا حنا سالينا، غادي ندخلهم الفران اللي كنا سخناه على 180 درجه، غنخليهم واحد 10 دقائق بلا ما غير الى كيجيو بحال هكا كيخرجوا هكذا، والا يعني هكا عاديين، والا ديروا لهم الكلاصاج. انا شديت درت لهم الكلاصاج كيجيو بحال ما هكا مثلا. هاهما اول مره كندير الكلاصاج، نقول لكم الطريقه ديال الكلاصاج. كناخذوا 100 غرام ديال السكر كلاص، سكر كلاصي، ومع بيض ديال البيضه وحده، كنخلطوه مزيان. نتوما على حسب، الا جاكم جاري زيدوا السكر كلاصي، كيجي بحال ما هكا. هذا باش كندير هذا الكونتور، هذا كنديرو بشويه كيكون شويه قاسح شويه قاسح، ومن بعد الاخر كنديرو شويه جاري اللي كيكون لداخل كيجي جاري شويه. اذا هنا غنوريكم كيفاش خديت انا هذا القليب. هذا غنشد هذاك السكر كلاص الابيض اللي ما درت فيه حتى شي لون لا والو، خليته طبيعي.
درتو شويه قاصح باش هو اللي غندير به هذاك التور كامل ديال القلب، يجي بحال ما هكا. ومن بعد غادي نخليه حتى ينشف باش ندير فيه هذاك الكلاصاج الاخر اللي كيكون شويه جاري، هو اللي غنديرو الوسط. وهذاك اللي ملي كيقصح هذاك الجانب هذاك هو اللي كيشد لي داك الوسط. دابا نوريكم هنايا داك خديتو، درت الملون لون احمر، غنديرو كله بحال ما هكا في القلب. ومن بعد غنشد هاد الكوردو هذا وغنبقى نسرح فيه كلشي الجوانب، الجانب كله كنسرحو بحال ما هكا. ومن بعد كنخليه ينشف. هما كيجيو زوينين بحال ما هكا، خصهم دابا يبردو. اذا الصابلي ديالنا كيجي بحال ما هكا، هنا خليته عادي، الا بغيتو تخلوه عادي خليوه. انا درت له هنا الكلاصاج، هنا هاد الخفافيش درت لهم الشوكولاته الاسود، وهنا هاد القليبات هادو درت لهم السكر غلاس اللي درت له الملون في الاحمر، وكيجيو منظر بحال ما هكا، كيجيو زويونين. وكنتمنى انهم يعجبوكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه.